بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم أبناء الطلاب، طلاب معالم التربية، الصف الرابع الابتدائي. معكم محبكم الأستاذ ضياء الدين مصطفى، معلم اللغة العربية بالمدرسة. سنتناقش اليوم سويا إن شاء الله تعالى في شرح درس الاسم المجرور بحرف الجر. وواضح من الدرس أننا في نهاية الدرس لابد بإذن الله تعالى أن نكون قد تعرفنا على الاسم المجرور بحرف الجر، كما أنه لابد علينا أن نكون أو أن نميز ونعرف علامة الاسم المجرور بحرف الجر، ثم نستعمل الاسم المجرور بحرف الجر في جملة تامة، وأخيرا نقوم بحل التدريبات حلا صحيحا. حروف الجر. حروف الجر أبناء الطلاب كررناها مرارا وتكرارا في دروسنا السابقة. حروف الجر مكتوبة في الصفحة رقم 1 من أوراق العمل المسلمة لك. ما حروف الجر؟ أحسنت، حروف الجر هي من، أكرر، هي من وليس من، فهناك فرق كبير بين من ومن. من، إلى، عن، على، في، الباء، الكاف، اللام. أحسنتم. حروف الجر تنتمي لأي قسم من أقسام الكلمة؟ إذن سنسأل أنفسنا سؤال: ما أقسام الكلمة التي درسناها في الدروس السابقة؟ أحسنت، أول قسم قسم الاسم. القسم الثاني قسم الفعل. القسم الثالث قسم الحرف. إذن فدرسنا اليوم ينتمي إلى القسم الثالث قسم الحروف. بالنظر إلى القسم الأول وهو قسم الأسماء، فقد درسنا علامات الاسم. ما علامات الاسم؟ كيف أعرف الاسم وأميزه؟ أحسنت. الاسم يبدأ بأل، فأي كلمة تبدأ بأل هي اسم. أحسنت. الاسم ينتهي بتاء مربوطة، فأي كلمة تنتهي بتاء مربوطة منقوطة عليها نقطتان إذن فهي اسم. العلامة الثالثة، أحسنت، الاسم ينتهي بتنوين، فالتنوين من علامات الاسم. إذن أي كلمة فيها ألف ولام هي اسم، أي كلمة تنتهي بتاء مربوطة هي اسم، أي كلمة تنتهي بتنوين هي اسم. اليوم إن شاء الله سندرس أو سنزيد علامة رابعة على هذه العلامات، فكلمة الفصل بها ال، إذن هي اسم تنتهي، أو كلمة أخرى تنتهي بتاء مربوطة هي اسم، أو كلمة أخرى تنتهي بتنوين هي اسم.
الفعل مرتبط بزمن كما عرفنا، والفعل ثلاثة أزمنة: الزمن الماضي، ذهب، أكل، شرح. زمن المضارع: يحدث الآن، يشرح الأستاذ الآن، يكتب البنت، تكتب المعلمة، تشرح. فعل الأمر: طلب شيء في زمن المستقبل القريب: اكتب، اجري، امشي. القسم الثالث: الحرف. درسنا ينتمي لهذا القسم، ونأخذ من أمثلة الحروف حروف الجر إلى: هناك حروف للعطف، الواو والفاء، ثم هناك حروف نصب المضارع، أن، لن، كي، حتى، لم، التعليل. هناك حروف جزم المضارع: لم، لما، لأن، هي، لام الأمر. هذا النموذج الموجود لديك في كتابك، افتح كتابك صاد 144، امسك قلمك، تابع معي. الكلمة اسم وفعل وحرف. الاسم مثل الأسد، فعل ذهب حرف على. انتقل إلى صفحة 145، انظر إلى الصورة التي أمامك. ما اسم الحيوان الذي أراه في الصورة؟ أحسنت، الحيوان هو الحصان. ماذا يفعل هذا الحيوان؟ ماذا يجر؟ ماذا يسحب؟ إنه يجر العربة. في لغتنا العربية، ما الذي يجر؟ حروف الجر هي التي تجر، من اسمها حروف جر، تجر اسم مجرور. أنا قلت في كلامي تجر اسم مجرور، إذن حروف الجر تدخل على الأسماء أم الأفعال؟ أحسنت، حروف الجر تدخل على الأسماء. ننظر إلى هذه الصورة بشكل أوضح. ما حروف الجر الموجودة في الصورة؟ أحسنت، إلى، لي، بي، عن، من وليس من، في، وعلى. ركز معي على إطار العربة. في الأسفل موجود كلمة، أحسنت، كلمة الكسرة، الكسرة. الاسم المجرور يا ترى ما علامة جره؟ درسنا فيما مضى أن الفاعل مرفوع، ما علامة رفعه؟ أحسنت، الضمة. الاسم المجرور هو مجرور ولا بد أن له علامة للجر، أحسنت، هي الكسرة. استخرج معي حروف الجر التي كانت موجودة في الصورة السابقة. أحسنت، اللام، إلى، الباء، على، في، من، عن.
أبناء الطلاب؟ نستنبط مما ناقشنا أن حروف الجر تدخل أو تسبق أو يأتي بعدها فعل أم اسم أم حرف. أحسنت، حروف الجر يأتي بعدها الاسم، فحروف الجر لا تدخل على الفعل، وهذه هي العلامة الرابعة التي نميز بها الاسم عن الفعل. فإذا وجدنا حرف جر فبلا شك أن الكلمة التي بعده، الكلمة التي تليه، هي اسم وليست فعل. العلامة الإعرابية التي توضع على الاسم المجرور، هل هي ضمة أم فتحة أم كسرة؟ أحسنت بطل، الكسرة هي العلامة الإعرابية المعتمدة للكسر الخاصة بالاسم المفرد التي تدرسه أنت هذا العام. فالعلامة الإعرابية للجر هنا هي الكسرة. ما معنى هنا؟ هنا يعني هناك في علامات إعرابية أخرى للجر ستدرسها العام القادم إن شاء الله تعالى، مثل الياء للاسم المثنى، فالمثنى يجر بالياء، جمع مذكر السالم يجر بالياء. ولكن المطلوب منك الآن أن تعرف أن الاسم المجرور يجر بالكسرة، الاسم المجرور المفرد يجر وعلامة جره الكسرة. نراجع ما ذكرتموه، الكلمات التي تجرها هذه الحروف، ها، أسماء أم أفعال؟ أحسنت، أسماء. العلامة الإعرابية للاسم المجرور هي، أحسنت، الكسرة. أشكركم أبنائي الطلاب الأعزاء، أتمنى لكم دوام التوفيق والصحة والعافية، ألتقي بكم إن شاء الله تعالى في تكملة شرح درس الاسم المجرور بحرف الجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.